أفتح معكم الآن نافذة تحليلية مع ضيفي من طول كرم الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق. أهلا وسهلا يا دكتور حسن، وأنا سعيد بالتواصل معك عبر شاشة الغد. دكتور، أولا كيف تراقب الأوضاع السياسية والميدانية ليس فقط بسبب استمرار العدوان على أهلنا في غزة، ولكن أيضا في تطورات الأوضاع في الضفة الغربية؟ حضرتك في طول كرم ونبحث عن جنين، نبحث عن نابلس، وحتى في حوارة وفي غيرها من البلدات والمدن الفلسطينية، الانتهاك الإسرائيلي صارخ في الضفة وأيضا في غزة، كيف رصدت هذا الأمر يا دكتور حسن؟ يعني أولا بعد 118 يوم من هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، ما زال الإسرائيليين مصممين على اقتحام كل المدن والمخيمات الفلسطينية في حرب إبادة حقيقية تعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا ثانيا، عندما نتحدث نحن عن الضفة الغربية اليوم، نحن نتحدث عن اجتياحات مستمرة متواصلة لكل المخيمات، سواء كان في الشمال أو في الوسط في الضفة الغربية. والهدف من كل ذلك أنا بعتقد هو عملية انتقامية بالدرجة الأولى، وثانيا هي تهجير، محاولة تهجير السكان الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات إلى مناطق أخرى، بمعنى أن ذلك يتزامن مع ما تم عرضه أو القول به من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية الحليفة بوقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين باعتبارها الشاهد الأساسي والحقيقة على نكبة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ عام 48 وحتى اللحظة. هذا جانب، والجانب الآخر أنهم عندما يدخلوا إلى المخيمات حقيقة يدمروا كل البنى التحتية لهذا المخيم بحيث أن لا يصبح قابل للحياة، وهذا ما يحصل في مخيم مثلا طول كرم، مخيم نور شمس، وأيضا بلاطة وجنين وغيرها من المخيمات الفلسطينية. وكأنه التركيز هذه الأيام يدور حول المخيم ورمزية هذا المخيم بالعقلية الفلسطينية أو بالذاكرة الفلسطينية باعتباره جزء من النكبة الفلسطينية أو شاهد على هذه النكبة كما هي الأنروا. يعني أنا لم أفهم هذه الفعلة دكتور حسن، وأنا بشكر حضرتك أنك يعني فتحت باب النقاش حوله. أنا يعني أقرأ دوما أنه الجانب الإسرائيلي يبحث عن عملية اقتحام واسعة النطاق، يبحث عن أشخاص بعينهم، بالتالي يبدو للجميع أنها حملة اعتقالات واسعة، لكن تجريف التربة أو تجريف البناء التحتية أو هدم شوارع بعينها، هذا ما لم أفهمه. يعني ما هو الهدف الإسرائيلي جراء هذا الأمر دكتور حسن؟ أولا تأتي قوات الاحتلال بآليات كبيرة، وعلى رأس هذه الآليات هي جرافات كبيرة بأحجام كبيرة تدخل إلى المخيم، تهدم يعني تجرف الشوارع الرئيسية في المخيم، وهذه الشوارع الرئيسية فيها بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء، وتقطع ذلك عن المواطنين الفلسطينيين، تعبث في تهدم بعض البيوت، تعتقل أو تفتح مركز اعتقال كبير يتم التحقيق فيه مع الناس ميدانيا، البعض عندما يتم اعتقاله والبعض الآخر يمنع من العودة مرة أخرى إلى المخيم حتى يخرج تخرج قوات الاحتلال من هذا المخيم. هذا جانب، والجانب الآخر اللي نحكي فيه حقيقة يعني هم يريدوا أن لا يجعلوا هذا المخيم قابلا للحياة، بمعنى عندما لا تجد الشارع، لا تجد ماء، لا تجد كهرباء، لا تجد خدمات إنترنت وغيرها، أنا بعتقد الأمور تصبح يعني كارثية، وتصبح هذه المخيمات هي مخيمات منكوبة بهذا المعنى. وهذا حقيقة يعني ليس اليوم، وإنما منذ زمن يعني صحيح. قريب وعامين وهم يمارسوا هذه الممارسات. هذه الأيام ازدادت هذه الممارسات تزامنا وتناغما مع ما قالوا الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها للأنروا وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، لأنه الخدمات كلها الأصل بها أن تقوم بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. عندما لا تجد هذه الأموال الكافية لفعل ذلك، لترميم ما يتم هدمه من قبل الاحتلال وتدميره من قبل الاحتلال، تصبح هذه جزء يعني من مشكلة أساسية تضاف إلى المشاكل العامة التي على السلطة الفلسطينية مثلا، أو على يعني من يحكم في الضفة الغربية أو من يحكم في قطاع غزة مسؤوليات كبيرة. وهذا الأمر أنا بعتقد كله يعني هم يريدوا حقيقة إسقاط حق العودة ومنع هؤلاء صح. اللاجئين من البقاء في صح. أماكنهم وتأجيلهم إلى أماكن أخرى. وهذا الأمر أنا بعتقد هو الهدف الاستراتيجي لهذه الاقتحامات. صحيح أنه
بؤر المقاومه الفلسطينيه بدات حقيقه هنا في الضفه الغربيه في المخيمات، بدات في مخيم جنين من خلال تشكيل عدد من الكتائب وخلينا نقول والمقاومين الفلسطينيين اللي اختلفوا في كل الاشياء لكنهم اتفقوا على محاربه هذا الاحتلال ومقاومه الاحتلال، ثم امتدت الى نابلس ثم الى طول كرم ثم الى اريحه وطوباس وقلقيلي وكل المدن طيب الفلسطينيه. اسمح لي يا دكتور حسن، يعني رجاء اسمح لي، يعني باي عقليه نطالع أو نحلل كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهو يجرجر العقول ربما إلى فكرة حل الدولتين أو فكرة الاعتراف الدولي والأمريكي بالدولة الفلسطينية؟ يعني إذا كان العدوان في غزة مستمر ومستعر، وإذا كانت الأوضاع في الضفة الغربية تقريبا هي تقترب من درجات الانفجار يا دكتور، فدلالة التوقيت الزمني لهذه التصريحات أو الاعترافات المرتقبة بإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها على مستوى دولي ومستوى أمريكي بطبيعة الحال يا دكتور، لما هذه التصريحات في رأيك؟ لماذا الآن؟ يعني الدلالة الزمنية، وهل هي من بوابة بالون اختبار تسيل معه العقول وترتبك في مشهد ربما يطلعنا في وجود صفقة أو هدنة مرتقبة دكتور، أو له مآرب أخرى ربما في رأيك؟ كل الذي يدور الآن سواء كان من طرف الأمريكان أو من طرف الإسرائيليين وما صرح وما قالته يعني صحيفة معرف عن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب، أنا أعتقد كل هذه هي جزء من حرب نفسية تشن ضد الشعب الفلسطيني ولإشغال الرأي العام الداخلي الفلسطيني تحديدا وبعض النخب السياسية بما سيأتي بعد هذا العدوان على قطاع غزة. هذا جانب مهم. أعذرني، أي رأي عام؟ يعني هل تشير إلى السلطة الفلسطينية مثلا؟ يعني أي رأي عام؟ لا أنا لأنه يعني أهلنا في غزة هم تحت القصف، تحت العدوان، تحت الحرب، فبالتالي يعني أعتقد أنه لا عقل وهو لا يجد الأكل ولا الشرب ولا الدواء ولا مكان آمن ولا مكان يحتمي به من الأمطار الغزيرة سوف يفكر في أمر سياسي، يعني أعتقد أن الأمر صعب، فأي أروقة سياسية مرتقبة هنا؟ عام الشعب الفلسطيني الموجود سواء كان في الضفة الغربية وحتى النخب السياسية الموجودة في غزة وفي الضفة الغربية وفي الشتات الفلسطيني، هذا أولا. وكأنه هذه الحرب قد انتهت وحسمت من قبل الاحتلال لصالحه، هذا جانب. الجانب الآخر وهذا ليس جديدا، هم يتحدثوا به مع بداية هذه الحرب ويطرحوا سيناريوهات كثيرة ويطرحها استخبارياتيا أولا ثم مراكز الأبحاث وبعد ذلك الساسة سواء كانوا أمريكان أو إسرائيليين. هؤلاء أرادوا أن يشغلوا الناس وكأنه هذه الحرب انتهت، وبالتالي هم يبحثوا عن مخارج الآن أو تصورات أو رؤى جديدة لقضية الصراع العربي الإسرائيلي بالأساس واللي أصبح للأسف الشديد فلسطيني إسرائيلي هذه الأيام. عندما يتحدث بلينكن باليوم الأول كان في طوكيو فترة من فترات اليابان مع بداية الحرب وقال تصريحات ولاءاته الكثيرة التي تحدث عنها دائما، قال لا لتغيير حدود قطاع غزة، لا للاحتلال العسكري لغزة، لا لا، لكنه قال لا لوقف اطلاق النار، لا لوجود حماس او المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وغيرها. وبالتالي بلينكن ياتي الى المنطقة كلما كان هناك في مرحلة جديدة من العدوان على الشعب الفلسطيني. هو سياتي في الايام القليلة القادمة يجتمع مع مجلس الحرب الإسرائيلي مع نتنياهو، يضع الخطط ثم يذهب إلى العالم العربي ليتحدث مع هؤلاء عن مقايضة وقف إطلاق النار بالتطبيع وتحديدا التطبيع السعودي الإسرائيلي هذا الجانب، وبعد ذلك يتحدث بنفس الوقت مع الجانب الفلسطيني للأسف. والجانب الفلسطيني يبدو في ظل حالة العجز التي تعيشها النخب السياسي المتنفذ الساحة الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية وعدم قدرتها على استيعاب ما يجري بالأساس وعدم تعاملها بشكل يعني سوى بالمحافل الدولية والاستنكار والشجب وإلى آخره وعدم قدرتها على إحداث تغيير حقيقي سواء كان عند أشقائنا العرب أو عند العالم يعني الآخر المقرر في هذه الحرب أو المشارك في هذه الحرب. طيب وبالتالي دكتور هو دكتور حسن، يعني اسمح لي بالتقاط هذه الخيوط لأن حضرتك بتتحدث في خيط رفيع لكنه ثمين يا دكتور. أولا فيما يخص هذه الهدنة المرتقبة أو الصفقة المرتقبة، هل هي موجودة فعلا يا دكتور حسن؟ هل هي قريبة؟ هل هي وشيكة؟ هل تم الاتفاق على بنودها؟ هل تم معرفة عدد الأسرى الفلسطينيين
اللي ربما يخرجون من سجون الاحتلال على أثر هذا الاتفاق؟ يعني كل هذه البنود أنا أتلمس خيط فيها لمعرفة بنود هذه الصفقة، كذلك هل هي قريبة أو بعيدة؟ لما يا دكتور؟ لأن كل ثانية يموت فيها أو يرتقي شهيد في غزة، وربما يتم اعتقال أحد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ربما تزداد وتتضخم وتتوسع السجون الإسرائيلية بأهلنا الفلسطينيين، أليس كذلك دكتور؟ فبالتالي دلالة الوقت هنا دلالة مهمة. أعود إلى السؤال، هل هي صفقة وشيكة قريبة تم الاتفاق جليا عبر الوسطاء على بنودها، أو الأمر ما زال بعيد يا دكتور حسن؟ صراحة يعني بعيد. أنا بعتقد أولاً ما يجري من الاجتماعات سواء كان في باريس أو حديث عن هدنة، عن هدن إنسانية مؤقتة يتم من خلالها إحداث صفقة تبادل أسرى ما بين الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة والأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال. كل هذه أصبحت يعني هي مشاريع بحث، وحتى اللحظة لم تؤكد المصادر الفلسطينية، وهنا عندما أقول المقاومة الفلسطينية لأنها هي صاحبة القرار بالنهاية وهي التي تتعرض لهذا العدوان. جيد. حتى اللحظة ما سمعناه من المقاومة الفلسطينية أنه لن يكون هناك تهدئة حقيقية إنسانية بالمعنى اللي بيتحدثوا عنه إلا بوقف إطلاق النار بالأساس أولا، وانسحاب دولة الاحتلال من قطاع غزة، وبعد ذلك يتم التفاوض غير مباشر مع هؤلاء. دبلوماسيا يتحدثوا قادة يعني المقاومة، قادة حماس تحديدا، يتحدثوا بشكل من الدبلوماسي بمعنى أنهم سيدرسوا ذلك، لكن القرار بالنهاية هو قرار المقاومين في قطاع غزة بالأساس اللي هم تحت النار، وبالتالي هم يدركوا تماما ونحن ندرك تماما أنه الورقة الأساسية والرابحة بالنسبة للمقاومة هم هؤلاء الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطيني. في حالة أنه تم تحرير أو أخذ هؤلاء الأسرى من المقاومة، أنا بعتقد لن تكون هناك أوراق أخرى، وبالتالي هذا سيعزز استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن نتنياهو كان واضحا منذ اللحظة الأولى، وأيضا تساند الإدارة الأمريكية الشريكة في هذا بتقول أنه يجب أن يستمروا في عملياتهم العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وضد أهلنا في قطاع غزة. الوقت صحيح تمين، لكن بالمقابل أيضا يعني خلينا نقول لا نريد أن يتحقق يعني ما عجزت إسرائيل عنه بتحقيقه في الميدان، يجب أن لا تأخذه بالسياسي وعبر الاتفاقات، لأن الأمريكان والإسرائيليين يتوجهوا بشكل دائم إلى الوسطاء العرب تحديدا عندما يتحدثوا عن مصر، يتحدثوا عن قطر، والآن أضافوا تركيا في هذا الشأن. وأنا بعتقد هذا الأمر كله هو ممارسة ضغوط حقيقة على المقاومة للقبول بهذا الوضع، تهدئة إنسانية لمدة شهر ونصف، يتحدثوا عن 45 يوم هدنة إنسانية، أن يتم إطلاق سراح 35 أو 40 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة بغض النظر عن أعمارهم وأوضاعهم الصحية وغيرها، مقابل يعني كل أحد 100 أسير فلسطيني. وبالتالي يعني نحن ندرك تماما أيضا أن دولة الاحتلال استغلت هذا الظرف، وهناك لدينا الآن في الضفة الغربية أكثر من 6000 معتقل، ويضاف إلى 5000 سابقين، يصبح 11000 معتقل أو أسير فلسطيني، بالإضافة إلى الأسرى الذين تم أخذهم في قطاع غزة تحت باب ووضعهم مدنيين. دكتور حسن، بالأمس قتل هؤلاء وهم مقيدون، معروفة هذه المعلومة يعني. دكتور هناك من، وحضرتك أدرى مني بذلك الأمر، هناك من اللاعبين الدوليين من يبحث عن موطئ قدم في غزة في اليوم التالي للعدوان أو اليوم التالي للحرب بعد انتهاء الحرب بطبيعة الحال، لأنها هتنتهي يا دكتور حسن بنهاية المطاف. نعم. لكن أنا سؤالي وأعود به معك إلى الهدنة، أي صفقة في الدنيا دكتور حسن، أي صفقة في الدنيا حتى لو كانت بين طرفي ليسوا هم حركة حماس أو إسرائيل، أي صفقة في العالم تخضع لفكرة التنازلات؟ يعني كل طرف من الأطراف الفاعلة في هذه الصفقة لابد أن يقدم تنازلا ما لإبرام هذه الصفقة. السؤال، ما هو حجم التنازلات اللي ممكن أن يقدم من حركة حماس، وبالتالي نتلمس أيضا حجم التنازلات من إسرائيل التي، وحضرتك ذكرت جملة مهمة، التي لم تستطع بالعدوان بالقوة بالجبر بالمدفعية الثقيلة وبالطيران وبسفك الدماء أن تحصل عليه، وهي ورقة الرهائن أو الأسرى أو المحتجزين، يعني سمهم
ما تشاء دكتور حسن، ما هو حجم التنازلات من الطرفين؟ أنا أعتقد العدوان بالأساس هو عدوان إسرائيلي، وهي حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. يشارك هذا العدوان الأمريكان والغرب بشكل عام، وهم مشاركين أساسيين، وبالتالي هم يبحثوا في اليوم التالي بعد انتهاء هذا الحرب على أساس أن المقاومة تهزم، والمقاومة حتى اللحظة لم تهزم، وبالتالي التنازل اللي ممكن تقدمه المقاومة هو، أنا أعتقد لا تنازل ممكن أن يقدم بورقة الأسرة تحديدا، على اعتبار أنه الإسرائيليين هم الذين يمارسوا حرب الإبادة، الشعب الفلسطيني هو الذي يقتل، والأرض الفلسطينية هي التي تحتل، وأيضا يتم يعني خلينا نقول استهداف كل الفلسطينيين أينما وجد، وبالتالي لا تنازل من قبل هذه المقاومة. عندما تحدثوا عن وقف العدوان هذا، وأيضا انسحاب قوات الاحتلال، وبعد ذلك نتحدث عن صفقة تبادل أسرى الكل مقابل الكل، هذا هو الموقف الأساسي والمبدئي لهذه المقاومة. أما أن يتم تقديم تنازل، لأنه في المرة الأولى عندما كان هناك هدنة إنسانية لمدة أسبوع، رأينا بعد هذا الأسبوع أخذ الإسرائيليين ما يريدونه من الأسرى، وبعد ذلك تم تصاعد وصعيد هذا العدوان بشكل كبير، بحيث أنه وصل إلى كل قطاع غزة، من حيث أولا النزوح، من حيث التدمير، من حيث التجويع والتعطيش، ولم يعني يأبه أحد بالإنسان الفلسطيني. وبالتالي نعم. التنازل يجب نعم. أن يكون نعم. من الطرف المعتدي، ليس من الطرف الذي يعتدى عليه ويقتل بشكل دائم، لأن هذه الورقة كما قلت وأقول دائما هي الورقة الأساسية الموجودة لدى المقاومة يعني، والوسطاء هؤلاء يدركوا تماما. عندما تتحدث مثلا الوسطاء العرب تحديدا، يتم الضغط عليهم، ونرى كيف يتعامل الإسرائيليين مع قطر بهذا الشأن. هم يتحدثوا عن قطر وكأنها شريك مع حركة حماس في هذا يعني في المقاومة. يا سيدي، هم قالوا كثير من الكلمات، هم قالوا دكتور، وأنا يعني اعذرني لأن رفاهية الوقت ليست معي الآن، هم قالوا الكثير عن الوسطاء، قالوا الكثير عن قطر، تبادلوا إلقاء التهم والاتهامات دكتور، لكن على أي حال نحن في الانتظار، والهدنة ربما هي قريبة في هذه اللحظات. أنا بشكرك جزيلا دكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق.